السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناة طنجاوية في ليون. كنشكركم على حسن التتبع والوفاء. اليوم ان شاء الله اخترت نحضر الحلوى بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كنشكركم بزاف على حسن التتبع، ومازال ما مشتركش يشترك في القناة فضلا وليس امرا. ما تنسونيش دائما من جيم وبارتاج. بركة الله نبداو الحلوى ديالنا. اول حاجة هي كنطحنو الكاوكاو او الفول السوداني، كنطحنوه يبقى معنا شوية مهرمش على هاد الشكل هذا. من بعد كنطحنو التمرته هو بلا ما كنسلقوها ولا حتى شي حاجة. المهم كيكون عندنا مغسول ومحيدين له العظم ديالو كنطحنوه على هاد الشكل هذا حتى كيرجع لنا عجينة. من بعد كنبقاو نضيفو الكاوكاو اللي عندنا مطحون وكنخلطو مزيان ونعجنو حتى كنحصلو على واحد لاباط متماسكه. كنزيدو واحد معلقه صغيره ديال القرفه على حسب الذوق، تقدروا تزيدو شويه ولا تنقصو. كذلك كنزيدو جوج معلقة صغارين ديال الماء زهر بحال اللي كتشوفوا بهذا الشكل هذا. من بعد كنعاودو نعجنو حتى كنحصلو على هاد العجينه هذه ما كتكونش كتلصق لنا في اليدين، مهم كتكون متماسك على هاد الشكل هذا. انا قسمت على ثلاثة ديال الكويرات، غادي نعمل كل كويرة منها واحد حريبلات على هاد الشكل هذا، وكندوزوهم في زنجلان. انا هاد الزنجلان ما كانش عندي محمر حيتاش عاد ندخل هاد الحلوى واحد 5 دقائق للفران. كاين اللي كيبغي يخليها ياكلها خضراء، انا كنفضل هاد الطريقه تدخلوها واحد 5 دقائق للفران، يكون عندكم مسخن من قبل على 180 درجة. خليوها غير 5 دقائق، غير كتشد فراسها شوية من قبل. كنعملو واحد الساقية في هاد الحريبلات هادو على هاد الشكل هذا باش كنعمروها بالشوكولا. المهم كنستمرو حتى كنكملوهم كاملين، وكندخلوهم قلتلكم من الفران على درجة حرارة 180 درجة 5 دقائق فقط، لا أقل ولا أكثر. من بعد كنخليهم يبردوا شويه وكنزينوهم بالشوكولا. اما بغيتوا تعمروا الشوكولا السوداء في الاول وتزينوها بالبيضاء، او لا العكس صحيح. تمروا بهذه الطريقه هذه، كنزينوا كنوضعوا واحد الخطوط ديال الشوكولا البيضاء رقيقه على هذا الشكل هذا حتى كنكملوا الحلوه ديالنا كامله. كاين اللي كيخليها بلا ما كيطيبها، انا كنفضل الطيب باش كتحيد ديك البروده اللي كتكون في التمر، وكيبقى معنا كتبقى معنا الحلوه مزيانه لمده اطول. اما الا عملتوها خضراء هيداك ما عرفتش كيفاش غتكون عندكم من بعد. المهم الاحسن طيبوها عي 5 دقائق بارك عليها باش كتبقى الحلوه ديالكم مزيانه. الاشاره كنصحكم تستعملوا هذه الطريقه تذوبوا بها الشوكولا، كتبقى طريقه عمليه جدا. قلت البودا او الحرب الثالث زوقته بالشوكولا البيضاء بحال اللي كتشوفوا امامكم. المهم كنعتمدوا على نفس الطريقه، كنحركوا الطاوه شويه باش ما كيبقىناش الفراغات في الشوكولا. كنزوقوا في الشوكولاته السوداء، ومن بعد ملي كنتهيو كنخليوها تبرد واحد شويه، عملوها في الثلاجه. ومن بعد ملي كتجمد معنا الشوكولا خرجوها ونقطعوها. كل واحد يقطع على حسب الحجم اللي بغى، متوسطة ولا كبيرة ولا صغيرة. المهم كنعملوها في الثلاجة بحال اللي وريت لكم. دابا خرجتها من بعد ما جمدت معايا الشوكولا، تخليوها شي تتيبس معكم بزاف، غير شوفوها جمعت شوية خرجوها صافي. وكنقطعوها ونعملوها في كويغطات على هاد الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا كتجي معلكة ما شاء الله، وكتعطينا كميه وفيره 32 حبه، واحد المذاق رائع جدا. وما كتجيش حلوه واخا تشوفوها معدله بالتمر وفيها الشوكولا، ما كتجيش حلوه، كيجي الحلاوه ديالها مناسبه جدا. كنتمنى تكون عجبتكم وتوجدوها ان شاء الله في العيد والحفلات ديالكم. وشكرا على المتابعه، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.